حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم 50 دقيقه. مشاهدينا الكرام، احييكم على الهواء مباشره اينما كنتم داخل وخارج الوطن. فقرات عديده ومتنوعه في هذه الحلقه. نافذة تفاصيل خبر في هذه النافذة، نختار لكم خبر ونناقشه مع خبراء ومختصين. واليوم سوف نتحدث عن انتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تقوم بارتكابها بحق الطفولة تحديدا في محافظة حجة، وما صدر عنها من تقارير بخصوص هذا الموضوع. أما نافذة حديث الصحافة، نستعرض لكم فيها أبرز ما يتداوله أبرز عناوين المواقع الإلكترونية وكذلك الصحف العربية والعالمية المهتمة بالشأن اليمني، وكذلك بعض مقالات الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين. أما نافذة اليمن في الإعلام، نجمل لكم في أبرز ما يتداوله الإعلام العربي وكذا الغربي من تقارير تهتم بالشأن اليمني أيضا. ونافذة ميديا بوك، هذه النافذة مشاهدين الكرام خصصت لكم، نستقبل من خلالها مشاركاتكم على صفحتنا على الفيسبوك 50 دقيقة، ونقوم بعرضها بأسمائكم، وبإمكانكم أن تكونوا بهذه النافذة من خلالها عينا لسهيل بإرسالكم لنا مقاطع التي ترونها مناسبة والتي تواكب الأحداث على الساحة اليمنية. أما ذاكرة وطن، هذه النافذة التي تتعرف فيها على منطقة استراتيجية حصلت لها أحداث أو شهدت أحداث في الآونة الأخيرة مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية. واليوم سوف نتعرف على إحدى مديريات الجوف، مديرية المتون. وأيضا مشاهدين الكرام، من ضمن فقراتنا لحلقة 50 دقيقة سوف نتعرف فيها أيضا على الأخبار بشكل عام المثارة على الأرض اليمنية ونواكب الأحداث. إذن مشاهدين الكرام، نبدأ وإياكم بأولى فقرات حلقتنا لهذا اليوم وإلى نافذة تفاصيل خبر. أهلا بكم إلى نافذة تفاصيل خبر مشاهدينا الكرام. نشر ائتلاف المنظمة الحقوقية بمحافظة حجة تقريرا له عن انتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية بحق الطفولة. وأوضح التقرير بأنه بلغ إجمالي انتهاكات الميليشيا الإنقلابية بحق الطفولة في محافظة حجة خلال الخمس سنوات الماضية إلى 2558 حالة انتهاك. وأيضا كشف التقرير بأن هذه الحالات تنوعت بين القتل العمد والقتل أيضا بالألغام التي تم زراعتها في عدة مناطق في محافظة حجة، وكذلك التعذيب حتى الموت والقتل والإصابة بسبب الزج بهم في الحروب، وكذا الاختطاف والتعذيب النفسي وحرمانهم من التعليم والتجنيد والاشتراك في النزاعات المسلحة. وأكدت المنظمات الحقوقية في محافظة حجة بأنها تحتفظ بكافة الوثائق والبيانات حول هذه الانتهاكات. كما دعت المنظمة الدولية المهتمة بحقوق الطفل إلى الاطلاع بمسؤولياتها تجاه الجرائم البشعة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في محافظة حجة وأيضا في مختلف محافظات الجمهورية. طبعا مشاهدين الكرام، هذا التقرير الصادر عن ائتلاف المنظمة الحقوقية بمحافظة حجة عن الخمس سنوات الماضية. لمناقشة هذا الموضوع معنا المحامي علي هزازي رئيس منظمة سواسية. مرحبا بك سيد علي. أهلا، السلام عليكم. مساء الخير سيد علي. مساء النور. أهلا بك. ربما اطلعت على التقرير الصادر عن ائتلاف المنظمة الحقوقية بمحافظة حجة الذي يتحدث عن انتهاك ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الطفولة تحديدا في محافظة حجة، فما الذي أضافه هذا التقرير إلى مجمل الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية؟ المتأمل فيما يحدث في على الساحة اليمنية ككل أن هناك انتهاكات متعددة على الأرض أو على الإنسان أو على مختلف حقوق الإنسان في الأرض اليمنية من قبل
ميليشيا الانقلاب الحوثي وصالح. لكن وكون هذا التقرير خاص محافظة حجة، هذه محافظة التي الأصل أن يكون فيها نوع من التعايش السلمي بين جميع المكونات بحسب ما هو متفق عليه بين هذه المكونات، إلا هناك انتهاكات كثيرة تطال المدنيين وتطال الأطفال على وجه الخصوص، وخاصة أنه التقرير يذكر رقم كبير يتجاوز 2000، وهذا مؤشر خطير جدا، خاصة أنه جرائم قتل وجرائم تجنيد أطفال وجرائم متعددة بما يخص الطفولة، هذه كلها جرائم يحرمها القانون الدولي، تعتبر من الانتهاكات 6 الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة تجنيد الأطفال وقضايا الأخرى المتعلقة بجرائم القتل. هذه أيضا كلها من الجرائم التي تعتبر مدانة أو تعتبر انتهاك حقيقي لحقوق الإنسان كما يشير إلى ذلك القانون الدولي أو القانون الوطني أو أي قانون من قوانين الأرض، باعتبار أن تلك الجرائم هي تصيب الإنسان. سيد علي، أنت أشرت إلى نقطة مهمة بأن هذه الأرقام التي ذكرها التقرير أرقام مهولة، حدثنا عن تأثير هذه الانتهاكات عن مستقبل الطفولة في اليمن. بلا شك أنه الطفولة إذا لم تجد من يرعاها تجد أحضان دافئة، تجد حياة كريمة، تجد تعليم وصحة وتطبيب، فإنها تنشأ نشأة غير سوية، أو أنها تتحول إلى كيانات عنف في المستقبل، أو كيانات هامشية لا يمكن أن يكون لها أي تأثير. وبالتالي نرى هذه الجماعة تستهدف الطفولة حتى في مسألة الاستقطاب إلى عناصرها، كون هذه هؤلاء الأطفال ما زالوا في سن مبكر على مسألة التفكير أو معرفة مآلات الأمور أو عواقبها، وبالتالي يجدوا منهم مرتأ خصبا لنشر أفكارهم المضللة أو المخالفة للعقل والمنطق. بينما لا يمكن أن يقتنع شخص ناضج أو شخص سوي أو شخص على مستوى عالي من التعليم بمثل تلك الأفكار، لا يمكن أن تمرر بسهولة عليه، سيكشف زيفها. لكن كون الطفولة وتأثير ذلك على المستقبل، كونها ما زالت لبنات خصبة أو لدنة يمكن تشكيلها لتكون جزء من مشروع الحوثي في المستقبل. نعم. طيب، على يعني نضع جانبا المسألة وضع الأفكار الأيديولوجية وما إلى ذلك، لكن نلاحظ بأن في حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية تقوم باستهداف الطفولة بشكل مباشر أو بآخر، ما دلالات استهدافهم للطفولة تحديدا من ضمن الانتهاكات التي يقومون بها؟ بلا شك نحن عددنا عدد من الجرائم، من جرائم القتل العمد التي تحدث أو الجرائم القصف التي أحيانا تطال أحياء وسكان مدنيين، ومن ضمن هؤلاء الضحايا نساء وأطفال وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، أيضا تجنيد الأطفال، أغلب تجنيد الأطفال كما قلنا أيضا هم في سن الطفولة، هذا كله استهداف للطفولة في المستقبل، واستهداف لأهم شريحة من شرائح المجتمع يمكن أن تلعب دور في المستقبل، وبالتالي هذا يؤثر تأثير كلي على مستقبل اليمن أو مستقبل هذه الفئة بالذات، وهم الأطفال، على مستوى استقرارها النفسي، على مستوى تحصيلها الدراسي، على مستوى لعبها دور فاعل في المجتمع كأشخاص أسوياء يستطيعوا أن يمارسوا دورهم بكل أريحية. نعم. طيب، الاستهداف المباشر هو يعني زجهم بالجبهات والقتال، وأيضا يعني استهدافهم في الألغام وغيرها من هذا، لكن هناك أمور أيضا استهداف غير مباشر للطفولة، مثلا حرمانهم من التعليم وحرمانهم حق الطفولة، كيف تنظر إلى هذه الانتهاكات الغير مباشرة التي تقوم بها الميليشيا بحق الطفولة؟ بلا شك أي نزاع مسلح يكون له تأثير، وأخص تأثير من تأثيرات النزاعات المسلحة يمكن أن تصيب الفئات الضعيفة، وهي فئات النساء والأطفال والشيوخ، وخاصة فئات الأطفال، القلق أو الأمراض النفسية هذه يمكن أن يرتبط ارتباط بمسألة النزاعات أو بمسألة الصراع المسلح، وهذا ما يمكن أن يخلق أطفال مشوهين أو غير واثقين من أنفسهم، هذه حالة من الحالات. أيضا الضحايا الكثير الذين يقتلوا في المعارك أغلبهم من فئة الأطفال، هذا أيضا تأثير مباشر على مسألة الطفولة. نعم. مسألة القتل، مسألة تجنيد الأطفال، أيضا هناك تأثيرات فيما يخص الزواج المبكر في مثل الصراعات، يصبح الأطفال أبع الوضع المعيشي على الأبوين، مما يحدو بالآباء إلى التخلص من أطفالهم بمسألة الزواج المبكر أو ما شابه ذلك. أيضا على حرمان الطفل من أخص حقوقه وهي حق التعليم
وحق الصحة وحق الرعاية وحق إلى غير ذلك من قائمة الحقوق المكفولة سواء في القانون الدولي أو في القانون الوطني. نعم طيب، أيضا التقرير تحدث سيد علي بأنه يحتفظ بوثائق وبيانات تدين ميليشيا الحوثي الانقلابية بهذه الانتهاكات التي تقوم بها بحق الطفولة. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الوثائق سوف تحد من ظاهرة الانتهاكات المباشرة والغير المباشرة بحق الطفولة بشكل عام في اليمن؟ بلا شك أنه مسألة الرصد والتوثيق إذا كان رصدا سليما وتوثيقا سليما وفق معايير القانونية، ويكون فيه مسألة الحياد ومسألة الموضوعية ومسألة الإنسانية مراعاة الجوانب الأخرى، يشكل هذا ضغط قوي على الجهات المنتهكة أيا كانت هذه الجهات المنتهكة، ويحد أيضا من تغول هذه الجهات فيما يخص حقوق الإنسان، أيضا يحفظ ذاكرة تاريخية يمكن أن يقدم للانتهاكات، وأيضا يمكن أن يقدم كأدلة في المستقبل عندما يتواجد قضاء مستقل أو عندما تعود الدولة إلى مسألة الاستقرار، يقدم كنوع من أنواع الانتهاكات للقضاء الوطني لينال المنتهك جزاؤه، وأيضا ليحصل المنتهك حقوقهم على حقوقهم كاملة. نعم طيب، بوجهة نظرك من ترى المسؤول الأول عن حماية حق الطفل في اليمن؟ بلا شك أنه الطفولة هي مسألة الدولة. نحن الآن نعاني من مشكلة كبيرة، لا يوجد لدينا في وضع طبيعي لاستقرار أو وضع دولة، هذا كله يشكل عبء كبير ما يجعل مسألة حماية الطفولة مسألة صعبة ومسألة تكاد تكون مستحيلة، مما يجعل يلقي بالعبء على هذه الفئات المنتهكة. الأصل أنها تكون فئات تحترم مسألة الطفولة وحقوقهم، لكن المشاهد هو العكس تماما، ولذلك نحن ندعو من خلالكم إلى كل الفئات في المجتمع سواء عن المجتمع المدني أو سواء عن الفئات الأخرى من وجهاء المجتمع. نعم، إضافة إلى هذه الدعوة التي توجهها سيد علي، كونهم استثمار المستقبل. نعم طيب، إضافة إلى هذه الدعوة التي توجهها، أيضا وجه ائتلاف المنظمات الحقوقية بمحافظة حجة إلى المنظمات الدولية المعنية بحماية حق الطفولة. بوجهة نظرك أنت، كيف ترى دور المنظمات الدولية تجاه هذه الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثية الانقلابية بحق الطفولة في اليمن؟ بلا شك أنه موقف دون المستوى المطلوب، خاصة فيما يخص انتهاكات الطفولة، الدور يكاد يكون ضعيف جدا، لا يمكن أن نقول أنه معدوم، لكن يكاد يكون دورها ضعيف. هي محاصرة أيضا بأسلاك شائكة كثيرة، من ضمنها أنه هذه الجماعة تغولت ولا تستطيع أن تمنح فضاء حر لأي كيان من الكيانات سواء النظمات الدولية أو النظمات المحلية ليقوم بعملية رصد وتوثيق قانونية وحقوقية مكتملة الأركان، وبالتالي القمع المساحة الحرية المنخفض، هذه كلها أمور أثرت على مسألة حتى الرصد والتوثيق أو متابعة المجتمع الدولي والمجتمع المحلي. أيضا المنظمات الخارجية والمنظمات الدولية في ظل هكذا عوائق هي لا تستطيع أن تقوم بدورها كامل. طيب، ما هي المسؤوليات التي تترتب على هذه المنظمات؟ وأنت تحدثت أيضا ليس فقط الموضوع يتعلق على المنظمات الدولية والحقوقية، إنما أيضا على المجتمع عليه عاتق كبير في حماية حق هذه الطفولة. ما هي المسؤوليات المترتبة عليهم للحد من هذه الانتهاكات؟ الأصل أنه بتكون لدى منظمات اليونسيف، وهي المنظمة المعنية بالطفولة بدرجة أولى في المجتمع اليمني، على أنها وكون هذه المنظمة أيضا لها تواجد على المسرح في اليمن، أنها تقوم بواجبها في مسألة الحماية والرصد والتوثيق والانتهاكات، تقديم هذه إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة كونها المعنية الأول أيضا ومعها شركائها من المنظمات المحلية، هذا هو واجب مثل تلك المنظمات. أيضا المنظمات الأخرى عليها رصد وتوثيق تلك الانتهاكات وتقديمها للجهات الدولية كوسائل ضغط على المنتهك سواء الحوثي أو غيره من الجهات المنتهكة، مما يحد من تلك الانتهاكات أو يجعل ذاكرة جماعية يمكن أن تحفظ أو تؤرشف في ملفات حتى يتم إبداءها في الوقت المناسب. نعم سيد علي، أختم معك بسؤالي عن رسالة توجهها إلى الجهات المعنية حيال ما يحدث من انتهاك بحق الطفولة بشكل عام، وخصوصا عن التقرير الصادر بمحافظة حجة وعن الأرقام المهولة التي تحدث عنه التقرير.
بلا شك أن الأرقام مرتفعة جدا، وانتهاك الطفولة انتهاك للإنسانية ككل، ولذا نحن نوجه على الجميع حيدوا الأطفال، جنبوا الأطفال مثل هذه الصراعات، اجعلوا الأطفال بعيدا عن نزاعاتكم وتغولكم، ومنحوهم مساحة للحرية وللعيش بأمان في ظل هذه الأوضاع الصعبة. أيضا مراعاة حقوق الطفولة هي مراعاة لإنسانيتنا جميعا، لأطفالنا وأطفالكم وأطفال المجتمع ككل. أيضا على المنظمات الدولية أن تعمل على مسألة حماية الطفولة وتقديم ما يلزم كما يجب عليها قوانين الحماية أو قوانين الصحة العالمية، وبالتالي تتضافر كل تلك الجهود للحد من انتهاكات الأطفال. أشكرك جزيل الشكر المحامي علي هزازي رئيس منظمة سواسية، كنت معنا عبر الهاتف وحدثنا عن كل هذه التفاصيل بحق الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الطفولة في اليمن وتحديدا في محافظة حجة. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى النافذة التالية وإلى نافذة حديث الصحافة. أهلا بكم إلى هذه النافذة التي نستعرض لكم فيها أبرز عناوين المواقع الإلكترونية وكذلك الصحف والصحافة العربية والعالمية المهتمة بالشأن اليمني، وأيضا بعض مقالات الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين. ونبدأ هذه النافذة بعناوين صحيفة صوت المقاومة التي تنقل لنا أخبار المقاومة من الميادين. صحيفة صوت المقاومة: اليمن يبارك إجراءات حفظ أمن واستقرار تركيا بعد إفشال الانقلاب. قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحرر موقعا غرب مأرب وقتلى وجرحى من الانقلابيين. ميليشيا الحوثي تحول مساجد صنعاء إلى مراكز تبرعات لتمويل حربها على الشعب اليمني. البيضاء مصرع 6 حوثيين في السوادية وحملة اختطافات في قيفة ردع. الأحزاب تطالب المبعوث الأممي والدول الراعية بكشف الطرف المعرقل لإنجاح المشاورات. مصرع قيادي ميداني حوثي وعناصر أخرى بغارة جوية للتحالف في حدود السعودية. وإلى عناوين المواقع الإلكترونية، ونبدأها لكم من موقع المصدر أونلاين، وإليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين المصدر أونلاين. وزير الخارجية: تم الاتفاق مع ولد الشيخ ألا تزيد الجولة الثانية من المفاوضات عن أسبوعين. مقاومة إب ترفض الإفراج عن الخلية الإنقلابية المكونة من قيادات كبيرة. تعز مواجهات في عدة جبهات، والميليشيا تقصف بالكاتيوشا قرى صبر. مندب بيريس: استمرار مسلسل الاقتتال الداخلي بين ميليشيا الحوثي وسط تكتم كبير. كتيبة الحسم تصل الجوف بعد تلقيها تدريبات خارج المحافظة. تعز: المقاومة الشعبية تصد هجمات وتكبد الانقلابيين عشرات القتلى والجرحى. مأرب بيريس: تأكيدات من المبعوث الأممي أن مشاورات الكويت ستكون حاسمة. قائد عسكري بارز يصاب بحمى الضنك وينقل للمستشفى في شبوة. يمن جورنال: عودة العمل إلى محكمة ونيابة الضالع بقضايا المواطنين. عشرة بين قتيل وجريح في هجوم لمقاومة إب في نقيل السياني. يمن سكاي: هيئة الإغاثة الإسلامية تنفذ عددا من العمليات الجراحية بمديرية شبام حضرموت. قوة عسكرية يمنية تصل الجوف لاستكمال تحريرها من الحوثيين وقوة صالح. مقتل 3 عناصر من القاعدة بغارة أمريكية في شبوة. هنا عدن: وصول قوة عسكرية ضخمة لتحرير الجوف وعمران. أطباء بلا حدود: الحرب في اليمن لا تقتل بالرصاص فقط. أهالي المكلا يحتفلون باختفاء الهاجس الذي أرعبهم. سهيل نت: قيادات الأحزاب السياسية تناقش مع المبعوث الأممي آفاق إنجاح مشاورات السلام.
اليمن يبارك إجراءات حفظ أمن واستقرار تركيا بعد إفشال الانقلاب. مقاومة إب ترفض تسليم خلية حوثية تضم قيادات كبيرة وتشترط الإفراج عن الصبيحي وقحطان. وزير الخارجية: وفد الحكومة سيغادر إلى الكويت مع ولد الشيخ بعد اتفاق بتنفيذ مطالبنا. ومن المواقع الإلكترونية إلى الصحف العربية والعالمية، ونستعرض سويا أبرز عناوينها. الوطن السعودية: الحوثيون يقتلون مدنيا أمام أفراد أسرته بحجة التخابر مع المقاومة في مديرية دمت شمال محافظة الضالع. المخلافي: اتفقنا مع ولد الشيخ على ألا تزيد المشاورات المقبلة عن أسبوعين. الشرق الأوسط: إعادة تشكيل وفد الحكومة اليمنية وغياب الأصبحي أحد أبرز المشاركين. الميليشيا تواصل هجومها على تعز وغارات للتحالف على ذوباب. وصول كتيبة الحسم إلى الجوف بعد تلقيها تدريبات نوعية. البيان الإماراتية: ضبط اثنان من أبرز مخططي الهجمات الإرهابية الأخيرة في عدن ولحج. القاعدة يعلن مسؤوليته عن استهداف محافظ عدن. القدس العربي: اعتقال أبرز مخططي الهجمات المسلحة في محافظة لحج. الثلاثاء المقبل: إحياء الذكرى الأولى لمجزرة الإنقلابيين في دار سعد بعدن. جبهة نهم تحصد أرواح قناديل الحوثي من أبناء صنعاء القديمة. الخليج الإماراتية: وزير الخارجية: عودة الوفد الحكومي للمشاورات جاء بعد رضوخ الإنقلابيين لمطالب السلطات الشرعية. المبعوث الأممي: مشاورات الكويت دخلت مرحلة حاسمة. عكاظ السعودية: خدعة حوثية كبيرة توقع مجزرة مروعة في صفوف الهاشميين بصنعاء. تطورات المعارك الضارية بين المقاومة والحوثيين في لحج. الجزيرة نت: اقتصاديون يمنيون يحذرون من طبع شركات روسية عملات من دون غطاء. مشاورات السلام تدخل مشهد الفرصة الأخيرة، والأمم المتحدة تدعو المفاوضين اليمنيين إلى استغلالها لكسب ثقة اليمنيين. سكاي نيوز: نائف البكري دور لا ينسى للتحالف العربي في معركة التحرير. مقتل قائد عمليات الحوثيين في الحدود اليمنية السعودية. الراية القطرية: نقتل ثلاثة من عناصر القاعدة بشبوة. أبناء صنعاء القديمة ضحية كبرى لتهور جماعة الحوثي. وصلنا إلى الصحافة الجديدة، والبداية من الناشط منير المحجري، والذي كتب على صفحته بالفيسبوك عن خضوع السياسة للمسلمات التي تجمع عليها المعارضة وكذلك الحكومة لتجنب البلاد من الانزلاق نحو العنف. حين تصبح للسياسة مسلمات تجمع عليها السلطة والمعارضة تتجنب البلاد الانزلاق نحو العنف. موقف المعارضة التركية بالنسبة لنا نحن العرب غريبة بسبب الأحزاب المعلولة لدينا، والتي صفقت لكل انقلاب وهتفت لكل بيادة وغنت تسلم الأيادي والشعب يذبح. هي غريبة جدا لأن أحزابنا يئست من الديمقراطية ونتائج الانتخابات واختارت أن تحضر ببيانات تأييد لإسقاط البلد بالهاوية. عفارم على المعارضة التركية التي سجلت موقفا أدهشني من بين كل أحداث البارحة، وقالت إنها علمانية لا تشبه العلمانيين العرب. وأيضا في الفيسبوك كتب الصحفي خليل العمري، والذي تحدث عن الفاتورة التي دفع ثمنها الشعب اليمني والتي لا زال يدفع ثمنها نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على الحكومة الشرعية. لا تقل الحرب قادمة، ولكن قل الحسم قادم. عامان واليمنيون في حرب مستعرة، والجروح تنزف. 40,000 بين جريح وقتيل، أغلبهم من المدنيين. فاتورة انقلاب السلالة بشقيها في 70 والجراف. أيضا محمد العليمي كتب في صفحته في الفيسبوك عن وجود الكثير من المحللين السياسيين والصحفيين في اليمن، مع ذلك ما زالت ميليشيا الحوثي الانقلابية هي ما زالت تحكم بخلاف الواقع في تركيا.
لدينا مليون محلل سياسي وبالأخير تحكمنا ميليشيا، والأتراك لا يفهمون كثيرا في السياسة لكنهم يعرفون مبادئ العمل السياسي، ولذلك رفضوا الانقلاب لأنه قبل أن يكون انقلابا ضد أردوغان وحزب العدالة والتنمية فهو انقلاب ضد إرادة الشعب. إلى تويتر ونتابع تغريدة لعبد الله النفيسي، الدكتور عبد الله النفيسي، وتحدث عن انقلاب تركيا وربط الأمور بما يجري في الأراضي الوطن العربي بشكل عام مما يحدث من أحداث. ما حدث في تركيا البارحة كأنه حديث الإفك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، كان بمثابة فحص الجهوزية، بقي البحث عن الذي تولى كبره. وأيضا في تويتر غرد الناشط محمد المقبلي، وهو أيضا عضو مؤتمر الحوار الوطني، وتحدث بأن الاستبداديون يعيشون يوما حزينا بعد سقوط الانقلاب. يعيش عيال الاستبداد والانقلاب يوم حزين يشبه يوم رحيل بن علي وبن مبارك. ونختم نافذة حديث الصحافة بأيضا تغريدة للناشط صلاح الأصبحي، والذي تحدث بأن أردوغان ليس زعيم عصابة كما هو الحال في اليمن. إنه أردوغان لا زعيم عصابة، شعب تركيا لا شلة محايدين، عقود من النهضة لا تفريط فيها، وعيسرين لا يذهب هباء، إنها أمة تؤمن بالديمقراطية لا بالزوامل. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نافذتكم التي خصصت لكم وإلى نافذة ميديا بوك. أهلا بكم إلى هذه النافذة مشاهدينا الكرام، هذه النافذة نستقبل فيها آرائكم ومقترحاتكم ومقاطع الفيديو التي ترونها مناسبة والمواكبة للأحداث على الساحة اليمنية، نستقبلها كلها على صفحتنا على الفيسبوك 50 دقيقة، سوف يظهر لكم الرابط أسفل الشاشة. إذن من ضمن المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي اخترنا لكم هذا المقطع الذي يتحدث عن تعايش في اليمن مع نموذج من الشباب يتحدثون عن الزي اليمني وكذلك التراث والعادات والتقاليد، ويختمون هذا المقطع برسالة يوجهونها إلى الشعب اليمني في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد. انت صح، والعسل هو يا معنى الفحصة والبيض. أشرف طبعا أحلى أكلة وأفضل أكلة في اليمن خاصة في رمضان. الزمبيان العدني مع الشعر. يعجبني عزي. حلو اليمن. مكان يعجبني ويعجبك. حب الورقة. أكيد جبل صغير في تعز. المناظر الطبيعية. صلاة اليمن. هذا القلعة قصيرة وفيها من ذكريات. يا مسافرين. أبو بكر سالم بالبقية أغنية سبق أبوي في النقاط. حسين محب وجلسات. مع أغنية المستمع يعني تقول لي صباح. فيصل العلوي والأغاني اللهجية. الشاعر مرتضى جعفر، الشاعر مرتضى الإنسان، أبو عبد الوهاب كامل، أنا لقب المغرب، المغوص، أزية تهاني، أزية الحضارة، أزية صناعة. واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا. أتمنى أن يعم السلام. اللهم احفظ البلاد وكل بلد. أتمنى أن تكون نهاية الحرب قريبا، وأتمنى أن يعم السلام في عالم.
مشاهدينا الكرام بهذا نتوقف مع فاصل قصير، بعد الفاصل نستكمل باقي ما تبقى لنا من نوافذ في حلقتنا لهذا اليوم، نافذة اليمن في الإعلام العربي والغربي وأيضا نافذة ذاكرة وطن. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، أرجو التكرم بالبقاء معنا، فاصل ثم أعود إليكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم على الهواء مباشرة من برنامجكم 50 دقيقة. مشاهدينا الكرام نبدأ بعد هذا الفاصل بنافذة اليمن في الإعلام العربي والغربي. نبدأ هذه النافذة بتقرير لقناة الجزيرة الذي تساءل تقريرها عن الضغوط التي يبدو بأن أطراف غربية تمارسها على الحكومة الشرعية، رغم ما يقال بأن هذه الضغوطات التي تمارس على الحكومة الشرعية تخص الضمانات التي تطلبها الحكومة. ماذا كان في التقرير؟ نتابعه سويا. لم تكن تراوغ، فماذا ستجني حكومة اليمن لو أنها فعلت؟ والشاهد أن موقفها من الحوار اليمني ظل إيجابيا بشهادة الموفد الأممي نفسه، أما ما طرحته عليه بشكل رسمي فليست شروطا مسبقة قبل العودة إلى مشاورات الكويت، بل هي ضمانات واضحة ومكتوبة من الحوثيين بالالتزام بالمرجعيات وتنفيذ الاتفاقات السابقة. وذاك مطلب يبدو أن ثمة من يغذي استعصاء تلبيته. لا غرابة إذن أن رأت سلطة اليمن الشرعية منذ البدء أن احتمالات تأجيل جولة المشاورات الجديدة أو إلغائها أقوى من احتمالات عقدها. وبينما كانت رؤيتها تلك معلومة للجميع، كان المبعوث الدولي يتوافق مع فريق الحوثي صالح في صنعاء على استئناف المشاورات في موعدها. لم يحدثهم في ذلك اللقاء النادر عن ضمانات أو إجراءات لبناء الثقة، ثم توج اللقاء برحلة مع وفد شريكي الانقلاب في طائرة واحدة إلى سلطنة عمان في طريقهم كما قيل إلى الكويت. لا شك أنها خطوة تعزز ما وصفه وزير الخارجية اليمني باهتزاز الثقة في المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. فبأي صورة ستبدو الحكومة اليمنية وهي تتمسك بمطالبها وتشذ على غير دأبها عن قاعدة الحضور كما فعل فريق الانقلابيين في جولات سابقة؟ كان تخلفهم عن الموعد المحدد يتيح لهم مباغتة الجميع باشتراطات اللحظات الأخيرة. أما الآن فإن مناورتهم الجديدة تروم كما يبدو إحراج الجانب الحكومي، حتى يبدو وخصومه كأنهم الأكثر التزاما وجدية. قد يسهم في تسويق تلك الصورة المغلوطة حضور المبعوث الأممي في الموعد برفقة الخصوم أنفسهم، ومن ثم إدارة ظهره لمطالب الشرعية اليمنية التي ربطت بها عودتها إلى مشاورات الكويت. فهل يعجل بتلك العودة مسعى ولد الشيخ الأحدث في الرياض؟ أم هل ستفعل الضغوط التي يبدو أن أطرافا غربية تمارسها على الحكومة اليمنية؟ قيل إنها ضغوط يرفقها أصحابها بطمأنة تخص الضمانات التي تريدها الحكومة.
ما زال مسلسل انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومن ضمن هذه الانتهاكات قامت بتجنيد 5000 سجين، قامت بالإفراج عنهم. هؤلاء 5000 معظم عليهم قضايا قتل وأيضا قضايا جنايات أخرى، قامت بالزج بهم إلى جبهات القتال لتعويض النقص في صفوفهم. نتابع سويا هذا الموضوع بتقرير لقناة العربية. تطول لائحة الانتهاكات التي تتهم بها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014. ووفقا لمنظمات حقوقية، فإن الميليشيات تحاول تعويض نقص المقاتلين في صفوفها عبر إجبار السجناء والمحكومين، حتى أولئك أصحاب الجرائم الجنائية، على القتال إلى جانبها، واضعة إياهم دون أي تدريب على جبهات القتال مقابل إطلاق سراحهم. منذ سيطرة الحوثيين على عمران وصنعاء وحتى اليوم، ما زالت الميليشيات تسيطر على نحو 16 سجنا، أهمها سجن عمران وصنعاء والبيضاء. ووفقا لتقارير حقوقية، فإن الحوثيين جندوا 5000 سجينا حتى الآن، نحو 800 منهم من سجن أب، وما يقارب 400 من سجن البيضاء، إضافة إلى 600 من سجن عمران. ومن سجن صنعاء نحو 500 سجين يقاتلون بالقوة إلى جانب الميليشيات. ووفقا لتقارير حقوقية، فإن هذا التجنيد غير الشرعي تصاعد في الأونة الأخيرة نظرا للخسائر الفادحة في صفوف هذه الميليشيات، حيث جندت الميليشيات 1000 سجينا في رمضان وحده بذريعة ما سمته مكرمة رمضانية. من يقاتل إلى جانبهم ولو كان سارقا أو قاتلا سيطلق سراحه. إذن أيضا في نفس السياق، وتحدثنا في بداية الحلقة في نافذة التفاصيل خبر عن انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الطفولة، والذي تحدث عن 2500 انتهاك بحق الطفولة. والآن نتابع سويا تقرير للإخبارية السعودية، والذي تحدث خلال عام واحد سقط أكثر من 1000 شهيد بسبب من الأطفال بسبب ميليشيا الحوثي الانقلابية. نتابع التقرير. مئات الأطفال يصرخون كل يوم، والعشرات يرحلون بسبب الحرب الهمجية التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على المحافظات اليمنية، والتي لم ولن تكون مجزرة مأرب بحق الأطفال قبل عيد الفطر المبارك آخر تلك المجازر. العصافرة. أيوة. بيش تبع؟ بقناصة. قناصة تبع مين؟ تبع الحوثي. من أيوة. تبع كنت فين؟ بالغرفة المكان الكبير، والساعة 1 بالليل. تكلم. ايوه. كان ايش تفعل؟ كنت قول لي دي لي بطانية جد قماش قمصنا ظالم لهم، ويغنص الأطفال، ما حد معه إربيق ولا آلي ولا حاجة. الموت المجاني الناتج عن آلة قتل عصابة الحوثيين وصالح حصد في تعزل وحدها قرابة 500 طفل وطفلة، وأصاب أكثر من 1480 آخرون خلال أقل من عام ونصف العام، ناهيك عما حدث في مدينة عدن ولاحج والضالع، وكذا ما يحدث في البيضاء والجوف ومأرب من حصد لأرواح الأطفال. بالنسبة لجرائم الحوثي وصالح ضد الطفولة في تعز خاصة وفي اليمن عامة، ترتكب جرائم أولا بالنسبة للقتلى والجرحى، فقد بلغ عدد القتلى 1100 طفل في اليمن منذ بداية الحرب وحتى تاريخ 10/7/2016، من حصيلة تعز وحدها 451 طفل، وبالنسبة للجرحى 1500 جريح في عموم الجمهورية، حصيلة تعز وحدها 1300 جريح منذ بداية الحرب وحتى تاريخ 10/7. تلك الجرائم دفعت بالعديد من الناشطين والمنظمات إلى إطلاق تظاهرة إلكترونية تحت هاشتاغ الحوثي يذبح الطفولة. ناشدوا من خلالها المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفولة إلى ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة الدولية لردعهم وإيقاف عبثهم بدماء الأطفال. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا هو منطق الحال هنا في تعز، إذ لا يعول أطفال تعز ونساؤها سوى على الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومن خلفهم التحالف العربي في حمايتهم من جرائم ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح.
محمد الحذيفية الإخبارية تعز. إذن مؤشر خطير خلال عام، تقوم هذه الميليشيا باستهداف أكثر من 1000 طفل، هذا الاستهداف كان مباشرا، أما عن الاستهداف الغير المباشر بمثلا غسيل عقولهم بأيديولوجيات معينة وكذلك الزج بهم في معسكرات التدريب، أيضا مؤشر خطير آخر نتابعه بتقرير لقناة سكاي نيوز عربية. ترأى لهم أن بإمكانهم أن يحكموا اليمن كله، فخولوا لأنفسهم حق تعبئة الجميع لمخططهم الانقلابي، حتى أصبح صغار هذا البلد وقودا لتمرد الحوثيين. اغتالت الميليشيات الحوثية براءة الكثير من الصغار، ولقنتهم تدريبا عسكريا، وغسلت عقولهم بأيديولوجية متطرفة، فسلمتهم السلاح وزجت بهم في معاركها العبثية في انتهاك يعتبر في الأعراف والمواثيق الدولية جريمة حرب. جابكم فين؟ من دمار؟ تتضح بشاعة الاستغلال أكثر مع ما يتواتر من أدلة وتقارير. تقرير لمنظمة السياج اليمنية الحقوقية مثلا يقول إن نسبة تجنيد هذه الفئة بين صفوف الحوثيين ناهزت 50%، فيما قدرت منظمات دولية عدد الأطفال المجندين لدى الحوثيين ممن تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و17 عاما بنحو 5000 طفل. هؤلاء يؤدون أدوارا أساسية في القتال مثل حراسة نقاط التفتيش وحمل السلاح. يتضح هول ما يحدث أكثر مع رقم بلغ 848 طفلا دون العاشرة جندهم الحوثيون خلال عام واحد فقط، ولا يعرف تحديدا كم من بين هؤلاء قضى نحبه في القتال. تغتال براءة الصغار أمام صمت من الكبار، فيتكشف وجه آخر من أوجه المأساة، فكثير من العوائل تحجم عن التبليغ عن اختفاء أبنائها خوفا من انتقام الميليشيات منهم، كما تفعل بأطفالهم حين تتركهم في ساحات المعارك وتفر. لكن على الجانب المقابل لهذا المشهد، توفر الحكومة الشرعية والتحالف العربي لمن تعثر عليه في جبهات القتال من أطفال الملجأ الآمن وإعادة التأهيل المطلوبة. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام نوافذ حلقة هذا اليوم، وإلى نافذة ذاكرة وطن. أهلا بكم، اليوم سوف نتعرف في هذه النافذة على مديرية المتون بمحافظة الجوف التي خضعت لميليشيا الحوثي بالتواطؤ مع قيادات في الحرس الجمهوري لأكثر من 10 سنوات منذ العام 2006، وباتت اليوم أكبر معسكراتها قاب قوسين أو أدنى من المقاومة الشعبية وكذلك الجيش الوطني. المزيد حول المتون، مديرية المتون بمحافظة الجوف، نتابعها سويا من خلال ما عدوه لنا الزملاء. مديرية المتون، إن حالة الغليان التي تشهدها اليوم معركة الجوف دون توقف في مختلف جبهاتها ناتجة عن التمدد والترتيبات العسكرية المبكرة للميليشيا الانقلابية وتحركها من معقلها بصعدة نحو أبناء محافظة الجوف، مستغلة قيام ثورة الشباب الشعبية السلمية، ثورة 11 من فبراير بمختلف الساحات اليمنية على نظام المخلوع، مستخدمة قوة السلاح الإيراني لاستمالة بعض القبائل في صفها وضمان حياد معظم القبائل الأخرى. مديرية المتون بالجوف لا تقل شأنا عن غيرها من مديريات المحافظة، فلم تتوقف بها عجلة الحرب منذ انطلاقتها في مارس 2015 وحتى اللحظة. رغم تقدم المقاومة الشعبية في معظم نواحيها، إلا أن إمكانيات المقاومة الشعبية ووقتها المتاح حتى اللحظة الأخيرة كان دون استنزاف أحد أهم معاقل ومخازن ميليشيا الانقلاب منذ 10 سنوات.
مديرية المتون الواقعة غرب محافظة الجوف تكون مستهل الطريق نحو مديريات الجوف العالي الزاهر والمنطقة المؤدية إلى حرف سفيان بمحافظة عمران والحميدات، والمتون نفسها وتفصل بين الجوف العالي والأسفل. إذن المقاومة الشعبية والجيش الوطني وليد اليوم يقفان أمام مواجهة عسكرية كبيرة في مديرية المتون، ويواجهان تحديا إقليميا إيرانيا أرسى جذوره في جبال حام ضمن المتون قبل 10 سنوات بإنشاء معسكر تدريبي لميليشيا الحوثي أذرع طهران في اليمن والسيطرة على معسكر حام وبناء مخازن كثيرة للأسلحة الميليشاوية وإعداد أماكن متفرقة لتدريب عناصر ميليشيا الحوثي والاستيلاء من قبل الميليشيا على آبار ميع وجلب جرافة وإنشاء بوابات رسمية بتصميم عسكري لتخزين السلاح، كما سجلت البعثة القطرية أثناء زيارتها للموقع عقب الحرب السادسة. ربما كانت المتون منذ انطلاقة الحرب في مارس 2015 بعيدة عن المواجهات المباشرة، لكنها كانت صانعة القرار في الميدان، حيث مثلت أحد أبرز مصادر الإمداد لميليشيا الحوثي والمخلوع في مختلف المديريات من محافظة الجوف التي كانت تدور بها رحى الحرب حتى ديسمبر 2015، وأبرزها الحزم مركز المحافظة وخب والشعف ومعسكر ماس والمناطق المحيطة بها. بعد موجة الانتصارات العارمة التي حققتها المقاومة الشعبية أواخر ديسمبر 2015 في محافظة الجوف، كانت وجهة المقاومة الشعبية نحو مديرية المتون في خطوة جريئة اكتسبتها المقاومة الشعبية من انتصارها العريض في الحزم وغيرها من المناطق التي تزامنت انتصاراتها في ديسمبر 2015. في يناير 2016 بدأت المقاومة الشعبية مناوشاتها على أطراف المديرية حتى تمكنت بعد 3 أشهر من تحرير كامل جبال ووادي سدباء والوصول إلى حام الأسفل من مديرية المتون. لم يهن عزم المقاومة رغم إدراكها حجم الأسلحة التي تمتلكها الميليشيا في جبل ومعسكر حام الأعلى، بل انطلقت في تنفيذ استراتيجية حرب ناجحة أسفرت عن تمكن المقاومة الشعبية من الوصول إلى صفر الحنية وجرف الذلان أواخر يونيو 2016. في يوليو 2016 شهدت مديرية المتون معارك ضارية في محيط معسكر حام الذي سيطرت عليه ميليشيا الحوثي عام 2006 بمساعدة من ضباط حرس جمهورية موالية للمخلوع، واشتدت ضراوتها بعد تقدم المقاومة الشعبية وتمركزها على جبل مطل على المعسكر في 12 من يوليو 2016. وفي فترة متفاوتة منذ بدء معركة المتون في يناير 2016 قام طيران التحالف العربي بأدوار كبيرة في تحقيق الانتصارات بمديرية المتون، حيث استنزفت جزءا كبيرا من القدرات العسكرية لدى الميليشيا. بقي على تكتل الشرعية من المقاومة الشعبية والجيش والتحالف إكمال المهمة في جبال حام الأعلى واستعادة معسكرها لتطهير الجهة الغربية بمحافظة الجوف من ميليشيا الحوثي والمخلوع والاستعداد لمعركة عمران من ذات المعسكر. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ألقاكم بمشيئة الله تعالى غدا على نفس الموعد. دمتم ودام الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.